قاعدة الأبراج الجوية تخرج دفعة جديدة من المراقبين الجويين. حكماء ونشطاء بنغازي يشيدون بدور الجيش في إرساء الأمن بعد دحر الإرهاب. والجامعة العربية تؤيد منع تمويل الميليشيات المسلحة التي تعقد الوضع الليبي. نشرة الأخبار من قناة ليبيا الحدث، أهلا بكم. نشرت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة بالجيش الوطني بيانا عبر صفحتها الرسمية تنبه فيه جميع الجهات العامة والخاصة والمواطنين بأن أي فرد يدعي انتماءه للقوات الخاصة ويقوم بالقبض على أي مواطن أو التدخل في الشأن أي جهة عامة أو خاصة، بالإضافة إلى التدخل في الأملاك والأراضي الزراعية بصفة عامة دون إجراءات أمنية رسمية وتكليف رسمي يثبت ذلك، يعتبر خارجا عن القانون وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات حيالهم. وأكدت القوات الخاصة على أنها غير مسؤولة بصفة كاملة على هذه التصرفات المشبوهة، وطالبت جميع الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع إجراءاتها الرسمية والقانونية اللازمة ضد أي مخالف للقانون. احتفل أميرو ومنتسبو نسور الجو الليبي بقاعدة الأبراج الجوية بتخريج دفعة جديدة من المراقبين الجويين بكوادر ليبية. وأكد المكتب الإعلامي لقاعدة الأبراج الجوية أن تخريج الدفعة يأتي ليثبت للعالم أن الجيش الليبي قادر وعازم ولن يقف شيء أمام قدراته في النصر، موضحا أن ذلك يأتي رغم حظر التسليح المفروض على ليبيا. أقيم بمقر إدارة الشرطة العسكرية بمدينة بنغازي احتفالية بتخريج دورة تأهيل ضباط الشرطة العسكرية بالقوات المسلحة، وذلك في إطار بناء وإعداد الكوادر من ضباط وضباط صف وجنود. ومن جانبه أكد مدير إدارة الشرطة العسكرية اللواء عبد الله نور الدين على دور وأهمية الإدارة في التقيد بالتقاليد العسكرية وتطبيق القوانين المعمول بها عسكريا، مشيرا إلى حرص القائد العام المشير خليفة حفتر على متابعة الإدارة ومتابعة بنائها على الأسس السليمة. في هذا المكان كان دواعس يصلون وينزلون، ولكن بفضل القيادة الحكيمة وبفضل ما قدم القوات المسلحة للشهداء ها نحن اليوم نلتقي ونجتمع ونحتفل بتخريج دفعة جديدة من ضباط القوات العسكرية منتسبين الشرطة العسكرية. جدد مجلس حكماء ومشائخ ونشطاء والمجتمع المدني بنغازي دعمهم الكامل للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، وثمن المجتمعون والنشطاء في بيان لهم جهود القوات المسلحة والقوى المساندة لها وبدعم أهالي المدينة في حربها ضد الإرهاب وإرساء الأمن في كل مدن الشرق والمنطقة الجنوبية وتحرير الحقول النفطية بمنطقة خليج سرت من التنظيمات الإرهابية. من مدينة بنغازي العصية، بنغازي السمود، بنغازي عاصمة برقة العاصمة الاقتصادية، بنغازي مدينة اللحمة الوطنية، بنغازي مدينة كل الليبيين، بنغازي والتي كانت أهاليها من رجال وشباب ونساء داعمين الكرامة بكل ما يملكونه والقيادة العامة لتحرير هذه المدينة من العصابات والميليشيات والأخوان والدواعش الإرهابيين. وقد استشهد الآلاف والآلاف من الجرحى وعدد كبير من المفقودين، ولكن دماء الشهداء وعهد الرفاق لهم إنهم على درب الشهداء سائرون. وقد تحررت مدينة بنغازي والحقول النفطية وبراك الشاطي ودرنا، هذا بفضل الله والقيادة الحكيمة للجيش الليبي بقيادة المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر.
ومساندة الشعب، وأننا في هذا البيان نطالب ونؤكد على الآتي: أولاً، نؤكد لجميع أن مدينة بنغازي آمنة ومستقرة بفضل الجيش والأجهزة الأمنية العين الساهرة على استباب الأمن والاستقرار وراحة المواطن في هذه المدينة. وإلى ذلك، طلب مجلس حكماء ومشايخ ونشطاء والمجتمع المدني بنغازي الجهات المسؤولة بصرف المخصصات المالية الممنوحة بها إذن صرف من قبل الحكومة المؤقتة لإعادة إعمار المدينة حتى يتسنى للشركات المنفذة للمشاريع الشروع في أعمالها وفقا للعقود المبرمة معها، كما أكد الحكماء في ذات البيان على دعمهم لبلدية بنغازي موحدة الرافضين كل المحاولات من وصفوهم بضعاف النفوس لتقسيمها لعدة بلديات أخرى. وفي شأن آخر، أكد عضو مجلس النواب عصام الجهاني خلال مداخلة مع قناتنا أن جلسة تمرير قانون الاستفتاء على الدستور لن يكتمل فيها النصاب القانوني، وأن رئاسة مجلس النواب قد قامت بتزوير التوقيعات لتصل إلى ما فوق 100. كما حمل الجهاني رئاسة مجلس النواب المسؤولية الكاملة على تمرير قانون الدستور، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب عقيل الصالح هو من فتح القاعة وطلب جلسة التمرير، وأنه كان من ضمن المعترضين على التصويت، وأن العملية كانت ممنهجة ومشتركة بداية من لجنة الدستور وبعضا من أعضاء مجلس النواب المتخاذلين. اللي حدث بدأ ابتدعها السيد عقيلة وثلة من بعض النواب للأسف الذين يعبثون بمصير هذه الأمة، فبالتالي ابتدعوا بدعة جديدة غير البدع اللي هي أصلا إجراءات تسليم هذه المسودة إلى مجلس النواب، ومن ثم تم استلامها من خلال الرئاسة بطريقة غير قانونية وغير دستورية، ومن ثم سيد عقيلة ابتدع بدعة جديدة اللي هي تتعلق بأن القانون الاستفتاء أحد قوانين الانتخابات، وهو مذكور في المادة السادسة الفقرة زد من الإعلان الدستوري بأنه هو يشمل قانون الانتخابات، وهو يخضع للتصويت الأغلبية الموصوفة اللي هي تتعدى 120 صوت. نحمل السيد عقيلة صالح ما جرى من بداية هذا الأمر حتى اليوم، كان حاضر هذه الجلسة بل هو اللي فتح أبواب مناقشة قانون الاستفتاء، لأن نحن كنا معارضين كنواب نوابين، على الأقل نحن كنا نخرج في 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 بيانات لنواب فرقة، نعم. معارضين لأن هذه المسودة إجراءات هذه المسودة فاسدة. أقر مجلس النواب التعديلات الخاصة بمشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، وتعديل الإعلان الدستوري عن طريق توقيع أكثر من 135 عضوا من المجلس بالموافقة، وفق ما ذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إجراء يتجاهل كل الاعتراضات والأصوات التي تشكك في مشروعية ما تم في الجلسات السابقة. المزيد في التقرير التالي. منذ أن وضعت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور مسودتها المثيرة للجدل واستقبال الكثيرين لها بعين الريبة والشك، ومنهم أعضاء في اللجنة التأسيسية ذاتها، وانطلاق معركة الطعون في المحاكم ذات الاختصاص، وإصرار البعض على إقرار قانون الاستفتاء من أجل تمرير المسودة ووقف كل من يحاول إصلاحها أو تدارك الأخطاء التي قد تتسبب في كوارث مستقبلية نتيجة عدم التروي والنظر بعين الاعتبار للمآخذ التي عددها كثير من خبراء القانون الدستوري، وكذا أصحاب الحقوق من كافة فئات الشعب الليبي ومكوناته الثقافية. بعد كل هذا الجدل، يقوم مجلس النواب فجأة بعقد جلسة لتمرير قانون الاستفتاء على مسودة الدستور ومن ثم إقرارها.
أعضاء من مجلس النواب رفضوا هذا القرار لعدم قانونيته، منها أن رئيس مجلس النواب أحال الموضوع إلى مستشاريه وليس إلى لجنة الشؤون القانونية، كما أنهم اعتبروا أن إجراءات تقديم مسودة قانون الاستفتاء في الأساس ليست صحيحة وشرعوا في تقديم الطعون الخاصة بذلك، ناهيك عن أن اعتماد عدد الحاضرين في التصويت يخالف اللائحة الداخلية والإعلان الدستوري، فضلا عن النصاب القانوني وعدم الالتفات إلى الأصوات التي رفضت القانون وعددت أسباب رفضها في أكثر من مناسبة، إضافة إلى عدم مشروعية الحصول على ما يعرف بالغالبية الموصوفة عن طريق جمع التوقيعات في مخالفة أخرى. مسودة الدستور التي وضعت بشكل مشبوه في الأساس وفق بعض المحللين وإصرار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي وعلى رأسهم الإرهابيان علي الصلابي وعبد الحكيم بالحاج الذين طالبوا بإقرار قانون الاستفتاء في أكثر من مناسبة وحرصهم على المواد التي أعدت بشكل دقيق، وهدفها الأساسي هو إقصاء كل القيادات العسكرية التي نجحت في تطهير البلاد من الإرهاب وبسط الأمن فيها وإبعادهم عن المشهد السياسي لتخلو لهم الساحة ويمارسوا نشاطهم الخبيث مجددا. على رأس هذه القيادات بالطبع هو القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الذي أصبح هاجسا لقيادات الإرهاب في الداخل والخارج في وقت السلم كما في وقت الحرب. وإلى طرابلس، حيث أكد مكتب النائب العام بطرابلس إخلاء سبيل 120 شخصا بطرابلس، تبين أن بعضهم أنهى فترة العقوبة المحكوم بها، ومنهم من تجاوزت مدة إيقافه المدة القانونية المقررة. وقال مكتب النائب العام في بيان أصدره، تبين وجود 1432 شخصا جرى إيداعهم بمؤسسة الإصلاح جميعهم من المحبوسين احتياطيا بأمر النيابة أو المحكمة المختصة. وأشار القائم بأعمال النائب العام إلى تشكيل لجنة التفتيش على مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية، وكذلك بحث أوضاع من جرى إيقافهم أو حجزهم بمقر قوة الردع بتسوية الأوضاع القانونية لكل المودعين بالمؤسسة، كما اتخذت الإجراءات القانونية حيال الشكاوي والطلبات الإفراج المقدمة من ذويهم. اقتحمت مجموعة مسلحة محطة الكهرباء الرئيسية حقول أبار مياه الحساونة، وأجبرت فنيي الشركة العامة للكهرباء على فصل التيار الكهربائي عن حقول أبار المياه الحساونة أمس الأربعاء. ومن جهته أوضح جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل شفارة في بيان على صفحته بموقع فيسبوك أن الاقتحام أدى إلى توقف ضخ المياه من حقول أبار المياه الحساونة يوم أمس الأربعاء، مما ترتب عنه انقطاع المياه اليوم على مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى. وبين الجهاز أنه تم التفاوض مع هذه المجموعة المسلحة وإعادة التيار الكهربائي، مبينة أنه من المتوقع وصول المياه تدريجيا لمدينة طرابلس وباقي المدن صباح يوم غد الجمعة. أعلنت بلدية بنغازي رفع حالة التأهب القصوى من أجل حماية المدينة وسكانها من أي مخاطر أو أضرار قد تحدث مع توقعات هطول أمطار غزيرة ورياح قوية بالساحل الشرقي للبلاد. المزيد في التقرير التالي. بعد أن أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى احتمالية هطول أمطار غزيرة ورياح قوية على الساحل الشرقي للبلاد، أعلنت بلدية بنغازي رفع حالة التأهب القصوى من أجل حماية المدينة وسكانها من أي مخاطر أو أضرار قد تحدث. جاء ذلك مع توقعات هطول أمطار غزيرة ورياح قوية بالساحل الشرقي للبلاد، بناء على مصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية. لكن أضمنكم أن
عميد البلدية المستشار عبد الرحمن العبار أصدر تعليماته برفع حالة التأهب القصوى، وذلك خلال اجتماع طارئ عقد بمقر البلدية مع الجهات الخدمية بالمدينة للوقوف على الوضع الحالي ببنغازي ومدى جاهزية واستعداد تلك الجهات للسيطرة وتفادي قد تحدث نتيجة الأحوال الجوية الطارئة التي من المتوقع أن يصاحبها هطول أمطار غزيرة قد تتسبب في مشاكل تضر بالمواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وفي ذات السياق، حذر قسم المرور والتراخيص بنغازي المواطنين وسائقي المركبات الآلية من توقع هطول الأمطار غزيرة ورياح نشطة على مدينة بنغازي اعتبارا من صباح اليوم الخميس وحتى مساء الجمعة حسب ما أفادت مصلحة الأرصاد الجوية. وطالب قسم المرور الجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالسرعة القانونية واتباع قواعد وأداب المرور على الطريق العام حفاظا على السلامة، كما أهاب القسم بالمواطنين بضرورة تخفيف حركة السير إلا للضرورة القصوى حتى مرور هذه الموجة من أجل السلامة العامة. من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي كافة أعضاء فريق الطوارئ التواجد بمقر مخيم الهلال الأحمر الليبي، وذلك لاستعداد لحدوث أي طارئ قد يحدث بشأن توقعات احتمال هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة على مدينة بنغازي اعتبارا من هذه الليلة وتستمر حتى مساء يوم الجمعة، وذلك بحسب ما تم نشره من قبل مصلحة الأرصاد الجوية. يذكر أن لجنة الطوارئ ببلدية بنغازي عقدت اجتماعا بحضور عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار وجمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي. أقرت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اجتماعها العادي الخامس للعام الحالي بمقر مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء العديد من المشروعات لصالح بلدية بنغازي. وناقش الاجتماع التقارير المقدمة من قبل اللجنة المشرفة على العمل بالمشروعات المتعاقدة عليها من لجنة إعادة الاستقرار لصالح بلدية بنغازي، واعتمدت اللجنة الميزانية التقديرية لمشروعات إعادة الاستقرار البالغة 415 مليون دينار ليبي. لحظات ترقب ومخاوف يعيشها المواطن الليبي جراء ارتفاع قيمة صرف الدينار الليبي أمام العملات الأخرى. المزيد في التقرير التالي. ما بين ليلة وضحاها هبط سعر صرف الدولار مقابل الدينار حتى ظن البعض أنها سكتة قلبية، وذلك بعد ساعات من إعلان المصرف المركزي إقرار ثلاث مسارات للإصلاح الاقتصادي من بينها فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي. ولكن عموما فقد أتت الأفراح بما يشتهي المواطن، رغم إيقان العديد منهم أنها مسألة مؤقتة وليست إصلاحات حقيقية، وإنما يحدث هو إفراط في التفاؤل لا أكثر. ويحذر مراقبون من أن قيام المركزي بتعويم الدولار بعد تعديل سعر الصرف من أجل القضاء على السوق الموازي وتخفيض أسعار السلع، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الصرف في السوق السوداء. يظل المؤكد أن الاقتصاد الليبي في مرحلة الخروج من عنق الزجاجة، يمر بمنحنيات ترتفع حينا وتنخفض أحيانا أخرى لتلقي بظلالها على المواطن الذي يتأثر بسعر صرف الدينار مقابل الدولار. أقر مصرف ليبيا المركزي ضوابط جديدة بقيمة التحويلات المالية الخاصة بالفرد والاعتمادات التجارية. التوضيح التالي يستعرض الحد الأقصى للقيمة. We'll be right back.
قال مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة خلال كلمة لمجلس حقوق الإنسان أن الأمن لا يمكن أن يظل في قبضة المجموعات المسلحة، وحث سلامة على مراجعة الترتيبات الأمنية في طرابلس لتغيير الوضع الراهن غير المحتمل وغير القابل للاستمرار، كما أكد على ضرورة التصدي لمساءلة إفلات المجموعات المسلحة من العقاب، وأضاف بأنه يجب معاقبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وفرض العقوبات وتقديم الجنات للمحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية. من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ على أهمية الاستمرار في دعم مهمة المبعوث الأممي، وأوضح أبو الغيظ خلال لقاء متلفز أنه يجب بذل المزيد من الجهد لتقريب وجهات النظر بين الأطروحات المختلفة حول مسار التسوية في ليبيا، وذلك في إطار السعي لإحلال كامل الأمن والاستقرار على الأرض الليبية، مؤكدا تأييده الجامعة العربية منع تمويل المجموعات المسلحة التي تعقد الوضع في ليبيا. الخارجية الأوروبيين والعرب منذ حوالي 48 ساعة، والحديث يدور على ضرورة الحزم والشدة. ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة للشأن الليبي تحدث عن المطالبة بفرض عقوبات على الميليشيات المتنازعة والميليشيات التي تكسر وقف إطلاق النار، وفي الجامعة العربية أيدنا هذا الكلام، لأنه لا نتصور أنه يطلقون النار على بعضهم البعض أو على الحكم في الحكم اللي موجود، الاسم اللي موجود، ونقول لهم شكرا جزيلا. يجب العقاب، ده نقطة أولى. نقطة تانية، الأموال التي تأتيهم من البنك المركزي الليبي لكل هذه الميليشيات ولكل المجتمع الليبي، كل يحصل على جزء من هذه الكعكة المسمى بموارد النفط. يجب أن يمنع هؤلاء الذين يعقدون الوضع عسكريا على الأرض أن يمنع عنهم أي تمويل رسمي مثلما يكون. أجرى عميد بلدية درنا المستشار عبد المنعم الغيثي عدة اجتماعات مع عدد من مسؤولي القطاعات ببلدية وعدد من الأجهزة الأمنية، وذلك للاطلاع على سير العمل والنظر إلى المشاكل التي تواجه تلك القطاعات والمؤسسات. التقرير التالي يسرد لنا تلك الاجتماعات وما دار فيها. في جملة من الجولات التي يجريها عميد بلدية درنة في خضم استقرار المدينة بعد تحريرها، حيث اجتمع عميد بلدية درنة المستشار عبد المنعم الغيثي مع مدير مستشفى الوحدة المركزي واللجنة الفنية من مهندسي جهاز تطوير وتنمية مرافق المدن، وذلك للبحث عن آلية لتسليم واستلام عيادة الهريش لكونها مستهدفة من أعمال الصيانة ومن أولويات المشاريع المسمع تنفيذها. هذا وقد أعرب المستشار الغيثي عن دور القوات المسلحة في تحرير المدينة، وقال أنه جاء دور الحكومة الليبية بعد عمليات تطهير المدينة من التنظيمات الإرهابية. وشمل الاجتماع مع مدير إدارة خفر السواحل بالمنطقة، وأعرب عميد البلدية على أهمية الدور الذي تلعبه إدارة خفر السواحل بالمنطقة، وتعهد من جهته بتوفير مقر متكامل للإدارة بمنفذ ميناء درنا البحري. وشملت الاجتماعات منظمة الشباب في هذا الاجتماع، حيث طلبت منظمة الشباب عميد بلدية درنة بأن يوفر مقرا للمنظمة لكي تدار فيه إدارتها على مستوى المنطقة الشرقية، وتعهد المستشار بأن يوفر لمنظمة الشباب مقرا تمارس من خلاله اختصاصاتها وتباشر نشاطاتها، وأكد على أنه شرف عظيم لمدينة درنة بأن يكون مقرا لمنظمة العامة للشباب في قلبها. كما أكد العميد بأن دور الشباب مهم في هذه الدولة، وهم يعتبروا من أهم فئات المجتمع، ووضع من جانبه خطة لصقل وتأهيل وتوعية إعادة دمج الشباب المنحرفين بالمدينة وانخراطهم في مجتمع الكرامة الجديد.
عقد وكيل وزارة الصحة نادر كويري اجتماعا بمدينة بنغازي مع كافة العيادات الخاصة وقطاع التشاركي للمناقشة مشاكل القطاعات الخاصة سواء من حيث تقديم الخدمات للمواطن بالشكل الذي يضمن سير العمل بالقطاع بشكل أفضل. وأوضح كويري أنه سيكون هناك تعاون وشراكة مع وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها كل منهم. نظم مركز تمن هند للمعرض في بلدية وادي بوانيس فعاليات الدورة الثالثة لمعرض ليبيا الزراعي الذي يستمر حتى 30 من شهر سبتمبر الجاري. المزيد في التقرير التالي. نظم مركز تمن هند للمعارض في بلدية وادي البوانيس فعاليات الدورة الثالثة لمعرض ليبيا الزراعي الذي يستمر حتى 30. وحضر انطلاق الفعاليات عضو مجلس النواب عن مدينة الجفرة الدكتور إسماعيل الشريف وعميد بلدية الجفرة عثمان حسونة وعميد بلدية البوانيس بالقاسم سعيد وعدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني وأعيان وشيوخ المنطقة الجنوبية. وشهد حفل الافتتاح العديد من الكلمات التي أكدت على أهمية المعرض والمنطقة الجنوبية خاصة في المجالين الزراعي والصناعي الذي يقوم على المحاصيل الزراعية. وتنوع عرض المنتجات والأزياء الشعبية والآلات الموسيقية المميزة بمناطق تساوى ووادي عتبة والبوانيس. إحدى المشاركات عن جمعية النجمة بتمن هند لخصت بعض أنواع المنتجات التقليدية. بصفة جمعية النجمة جينا استقبلونا معنا في المعرض على في منطقة تمن هند، بارك الله فيهم بضيافتهم وترحيبهم علينا، وروا تقاليدنا آلاتنا يعني وشنو اللي نديروا فيه زمان. وفي موسم التمور كانت لأنواع التمور التي تميز بها الجنوب وتفنن في زراعتها حضور لافت في المهرجان. مشاركتنا بعدة أنواع من أصناف التمور بمدينة ودلان منها المل والخضراي والدقلة. انطباعنا عن المعرض الحمد لله ما شاء الله أهالي ثمن هند يتحدون الصعاب في هذه الظروف الصعبة، يبعثون رسائل للحياة للحمة الاجتماعية للعمل لنبذ العنف والسلاح. حي بهذه من خلال إذاعتكم الموقرة اللجنة التحضيرية وجميع الذين شاركوا في هذا المعرض لوقوفهم الدائم في هذه المحافل ولنجاحهم الباهر اللي لاحظناه ولمسناه من خلال الدورات السابقة، وإن شاء الله نتمنى لهم النجاح في الدورة الثالثة. خبراء النخيل ومزارعيه كانت لهم مشاركة فيما يخص طرق سقاية النخيل والحفاظ على المياه المستخدمة في ذلك، نشاط هام بالجنوب من أجل الحفاظ على التراث القديم المتجدد والارتقاء بالمحاصيل الزراعية والمنتجات المحورية لتكون ذخرا للأجيال القادمة. شهدت منطقة الوسيطة بالجبل الأخضر عروضا للفروسية والميز الشعبي أقيمت للاحتفال بالملتقى الثالث لشباب قبيلة العوام. التقرير التالي يضعنا في صورة هذا المهرجان الشعبي. ضمن أجواء ترافية بحتة اجتمع الفرسان بالجبل الأخضر وتحديدا في منطقة الوسيطة الواقعة شمال غرب مدينة البيضاء ليشكلوا صورة تراثية تمثلت في إحياء هواية الأجداد والآباء أو ما يعرف بالميز الشعبي. هذه العروض الأصيلة تأتي ضمن الملتقى الثالث لشباب قبيلة العوامة ليقوم أبناؤها بالاحتفال بهذه المناسبة بطريقة تعيد لهواية الأجداد الروح من جديد. ونحن الآن في الوسيطة، الأجواء رائعة، ملتقى الخميس والجمعة بمناسبة تجمع شباب العوامة، ونشكر كل من حضر وكل عام ونحن بخير والقادم أفضل بإذن الله تعالى لشباب قبائل العوامة بإذن الله تعالى. وهل يوجد أفضل من هذه الطريقة؟ عروض وتنافس بالخيل
الذي كان سلاح الأجداد الوحيد في جهادهم، ها هي تستخدم اليوم لإحياء ذكرى خالدة ولتقوية الروابط بين أبناء الوطن الواحد. فلا يوجد طريقة أفضل لتقوية الشباب القادم سوى بتذكيرهم بالتاريخ السابق. لقناة ليبيا الحدث، مجدي بطرح. انخفض سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء. الزميل عبد القادر الهلالي يوضح لنا الأسباب خلال نشرتنا الاقتصادية التالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الاقتصادية من قناة بي الحدث. نبدأ جولتنا بأسعار الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء بعد سريان شائعات عن تأجيل المركزي لإضافة $500 الخاصة بأرباب الأسر بعد شبهات تزوير في السجل المدني كشف عنها الكبير خلال لقاء جمعه بالسراج وستيفاني ويليامز. أما عن اليورو فقد ارتفع هو الآخر بشكل طفيف، وكذلك الجنيه الاسترليني فقد ارتفع بشكل متذبذب. ونشاهد على الشاشة أسعار صرف العملتين على الحدود الشرقية والغربية للدينار التونسي والجنيه المصري إلى الليرة التركية. فيما شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا ملحوظا، كما نشاهد على الشاشة أسعار الذهب لليوم. وعن الذهب الأسود، ارتفع سعر برميل النفط لأعلى مستوياته في ظل ارتفاع إنتاجه رغم الأحداث التي تمر بها البلاد، كما نشاهد في هذا الرسم التوضيحي الذي يوضح ارتفاع سعر برميل النفط في الآونة الأخيرة. قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشهد اليوم الخميس إن بلاده على استعداد لتوزيع الشراكة مع ليبيا في مجالات توريد الطاقة وإنشاء سكك الحديد وتدشين منطقة حرة في بنجردان الحدودية. جاء ذلك خلال افتتاح الشهد الدورة الأولى للمنتدى التونسي الليبي في تونس العاصمة، حيث أكد سعي بلاده لتوسيع التعاون مع ليبيا وتفعيل الاتفاقيات السابقة وأحياء المشاريع الكبرى بين البلدين، لا سيما وأن الجانب الليبي أكد في الملتقى السابق المنعقد في ليبيا على دعم تونس بالخامة الليبية. أعلنت شركة إيمينيس عملاق صناعة التغليف في تركيا إفلاسها بسبب أزمة مالية وديون تعرضت لها في الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية وارتفاع معدلات الفائدة وتراجع معدل الطلب في السوق. وبحسب القوانين التركية فإن الشركة التي تعلن إفلاسها يتم تعيين مفوض ومراقب على الشركة من قبل المحكمة للإشراف على جدولة وسداد الديون. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة والعودة إلى استوديو الأخبار. ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بالعناوين. قاعدة الأبراج الجوية تخرج دفعة جديدة من المراقبين الجويين. حكماء ونشطاء بنغازي يشيدون بدور الجيش في إرساء الأمن بعد دحر الإرهاب. والجامعة العربية تؤيد منع تمويل الميليشيات المسلحة التي تعقد الوضع في ليبيا.
لمزيد من الأخبار مشاهدينا تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب تيليجرام. بإمكانكم أيضا تحميل التطبيق القناة عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر عبر موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث .net. شكرا للمتابعة وفي أمان الله. We'll be right back.